هذا أنا وسأفعل، معا كل أفعالنا مهمة. تحت هذا الشعار يتحد العالم اليوم في مبادرة عالمية موحدة يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، والهدف زيادة الوعي بالمرض واتخاذ إجراءات أفضل من أجل مستقبل خال من السرطان. بداية الفكرة كانت في العام 2000 وفي باريس بفرنسا، حيث مؤتمر القمة العالمي الأول لمكافحة السرطان ليوقع قادة حكومات ومنظمات ميثاق باريس لمكافحة السرطان وتحسين جودة حياة مرضى والنهوض بالأبحاث وطرق الوقاية والعلاج، ليصبح الرابع من فبراير يوماً عالمياً للسرطان، ذلك المرض اللعين الذي يسبب 70% من وفيات العالم وينتشر في منطقة الشرق الأوسط بنسبة كبيرة. من هنا تسعى الحكومات والمنظمات لزيادة التوعية بالمرض ومخاطره وطرق الوقاية وتحسين نوعية العلاج، أملاً في الحد من حالات الوفاة بهذا المرض في السنوات المقبلة. الغرض من الفقرة دي كذا شيء. أولاً الوعي، لأنه التقارير البحثية كلها بتتكلم، سواء صادرة عن الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية لو هي واحدة من فروع الأمم المتحدة، أو الوكالة الدولية لبحوث السرطان، بيتكلموا عن أنه آخر تقرير مثلاً في 2018 في حول العالم أكتر من 18 مليون حالة جديدة إصابة بالسرطان، و حوالي 9.6 مليون حالة وفاة. المشكلة دائما بتبقى في الاكتشاف في وقت متأخر. الاكتشاف المبكر بيساعد على بدء رحلة العلاج بشكل مبكر، وبالتالي بيعزز فرص التعافي. من الأرقام اللي كانت ملفتة كمان بالنسبة لي هو أنه بيصاب واحد من كل 5 رجال وامرأة من كل 6 سيدات على مستوى العالم بالسرطان. أشهر الأنواع الإصابات بتبقى بالنسبة للرجال والسيدات سرطان الرئة، بالنسبة للرجال البروستاتا، بالنسبة للرجال والسيدات القولون، المعدة، الكبد، بالنسبة للسيدات سرطان الثدي، عنق الرحم، الغدة الدرقية. مش بقول الكلام ده كله ما تحسوش بسدة نفس، بس أنا بقول لحضراتكم المعلومات بتبقى مهمة جدا. يعني مثلا من أهم المعلومات اللي يمكن بعض الناس عارفينها وبعض الناس محتاجين ما يعرفوهاش، وبالتالي يجب أن نذكر. على موقع Cancer Research UK، ده منظمة بحثية كده موجودة في المملكة المتحدة، بيتكلموا عن ايه اكتر الحاجات اللي بتؤدي للإصابة بالسرطان. رقم 1 فيهم التدخين، رقم 2 الميزان، ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم عن السمنة، رقم 3 النظام الغذائي، رقم 4 التعرض للأشعة البنفسجية أو فوق البنفسجية الألترافايلت، رقم 5 الكحوليات، رقم 6 عدم ممارسة الرياضة. فهتلاقي من ال6 حاجات دول في بعض الناس اللي عندهم مشكلة أو عدم تركيز في حاجة أو حاجتين. يعني مثلا لو جينا لموضوع التدخين، 22% من حالات الإصابة بالسرطان حول العالم بسبب التدخين. طيب اللي بيدخن يفكر يبطل؟ لانه هيحصل ايه لما يبطل؟ الابحاث كلها بتتكلم عن انه من بدايه من يعني من الاقلاع لمده 5 ل10 سنين ده بيقلل فرص الاصابه بشكل كبير جدا من الكانسر في بعض الحاجات. وصولا بقى الى 20 سنه من الاقلاع عن التدخين، ده بيوصل بالانسان اللي كان مدخن بانه فرص الاصابه بالسرطان بتوازي فرص الاصابه لاي شخص لم يدخن في حياته. 20 سنة على فكرة مش كتير في عمر الإنسان، بس المهم إن الواحد ياخد القرار الصح في التوقيت الصح. التوقيت الصح اللي هو إيه؟ امبارح قبل النهاردة. نيجي نتكلم في موضوع السمنة، خطر وليه يعني تبعات صحية كتيرة جدا. السمنة، نظام غذائي غير صحي، عدم ممارسة الرياضة، عدم ممارسة الرياضة، ونقولها مرة كمان عدم ممارسة الرياضة، دي من الأساسيات المفروض تبقى كل واحد مركز فيها. في ناس بتفرط في الأكل، نظم غذائية بايظة تماما، ما بيركزوش في نوعيات الأكل اللي بياكلوها، موضوع الخضار الغير مطهي مش متسبك على النار، المتسبك ده بيفقد جزء كبير جدا من مميزاته، كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. فحبينا نلفت الانتباه لهذا الأمر، ولكن برضو كمان من الحاجات المهمة جدا هي العامل النفسي. وبالتالي اللي بيصاب بهذا المرض، الشر بره بعيد عن الجميع، بس لو لا قدر الله حصل
انه في اصابه. العامل النفسي بيلعب دور كبير جدا في المقاومه، في انه الجهاز المناعي يبقى واقف على حيله، وفرص التعافي بتبقى موجوده. ويمكن حريصين في يوم زي ده ان احنا نقول لكل الناس ونقول للي بيعانوا يمكن من هذا المرض ان في فرصه. اهم شيء زي ما قلت لحضراتكم طرق الوقايه ايه، والاكتشاف المبكر ده مهم جدا، ثم تبدا رحله العلاج في حاله الاصابه والاكتشاف المبكر. وفي الحقيقه نماذج كثيره ملهمه من حيث الاصرار والعزيمه والامل، بالرغم من انه في بعض الحالات زي اللي هنتكلم عليها دلوقتي رحله صعبه للاعب تنس مصري اسمه انور الكموني، المحارب قاهر السرطان، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عمل معجزه حقيقي. هذا اللاعب كم الحاجات اللي جات له ممكن تكسر الصخر، ما بين مشكله في النخاع العظمي ثم اصابه بالسرطان، يصحى في يوم يلاقي ايديه ازرقت. انا ليه بقول الحاجات دي رغم ان بعض الناس ممكن بتكون بتفكر دلوقتي انه ليه بتقول لنا الكلام ده، بقول لحضراتكم انور الحمد لله زي الفل ما شاء الله عليه. انور معانا دلوقتي كمان عبر زوم. يا كابتن انور مساء الفل. ميرسي جدا على المقدمه الاكثر من رائعه، لا جدا ده اقل حاجه والله، وانا المبسوط. وعلى فكره انا ما قلتش كل التفاصيل برضو عشان خاطر الساده المشاهدين، بس هي كانت رحله شاقه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني لازم ناخد منك دروس وعبر في كيفيه الصمود والمقاومه، والحمد لله التعافي. الحمد لله، بشكرك جدا على كل اللي قلته كده. ده اقل حاجه يا كابتن انور. يعني قول لي بقى الرحله دي خطها ازاي وبدايتها كانت عامله ازاي، وازاي ان انت نفسيا قدرت ان انت تقاوم وتصمد والحمد لله تتغلب على هذا المرض. يعني انا كنت بلعب بطوله دوليه في مقدونيا في سنه 2007 2004 2007 سوري، وجالي في تاني بطوله دوليه ليا حسيت ان دايخ ضعيف، وانا جسمي طبيعي رياضي بتمرن خمس ست ساعات لغايه لما وقعت في الملعب بعمل تشيك مفيش دم في جسمي خالص، بعرف ان عندي فشل في النخاع العصبي. طبعا فشل في النخاع العصبي اخطر من السرطان، محتاج زرع نخاع مباشره ومحتاج متبرع، ولو مفيش متبرع بيبقى الموضوع منتهي يعني. كنت بقول فيه على النت هل ممكن ارجع تاني للتنس او ارجع للبطولات تاني او ارجع تاني لحلمي اللي انا ما كنتش اعمل فيه حاجه قبل العمليه، ما لقيتش حاجه زي كده خالص. فده كان بيعمل لي نوع من الاحباط او نوع من الياس كده، فجت دماغي ليه ما كنتش انا بقيت العالم اللي ممكن يكسر ده، كان امل كبير بالنسبه لي. العمليه عدت طبعا كانت عمليه خطيره جدا، مريض بعد كده بالطرد العكسي المزمن اللي الجسم بيحارب النخاع والنخاع بيحارب الجسم، وده بقى عمل مشاكل كبيره جدا، مشاكل في الجهاز القطني، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، غير في الايد، على مدار سبع سنين كلهم بقى مشاكل مش طبيعيه. تقريبا كل مره بحاول ارجع العب فيها بس لدرجه الموضوع كان صعب. كل حاجه خدت كورتيزون سبع سنين، وطبعا وزني وصل ل 140 كيلو. طبعا كل مره بحاول ان انا اكسر الحاجز ده، وبقى عدوي هو جسمي او عدوي هو نفسي، ده العائق ده الحاجز يعني. لغايه لما الحمد لله بعد محاولات كتير خمس دقائق تدريب في الملعب ست ساعات من ارجع الحمد لله بفضل ربنا بقيت الرياضي الوحيد اللي عمل ده، وانا عارف ان شاء الله يعني انا النهارده الرياضي الوحيد، بس بكره مش هبقى الوحيد يعني، ان شاء الله ناس كتير تعمل ده يعني. وده اللي يمكن خلى منظمه اليو اي سي سي كمان اختارتك انك تتكلم عن تجربتك دي، اللي هم شايفين انها ملهمه فعلا وكلها امل واصرار وعزيمه، يمكن بس ظروف كورونا اللي اجلت شويه ان ده يتم. انا كنت مبسوط جدا لما عزموني في جنيفا ورحت هناك اليو اي سي سي الاوفيس بتاعهم وعملوا ميتنج كبير جدا وجمعوا كل الستاف، هم بيفكروا ازاي، هم كل سنه بيفكروا ازاي يعملوا الجزء النفسي الكلام ده كله، وكانوا عزموني لكن موجود في الكونجرس ويعرضوا الفيلم، وكان المفروض من كينو سبيكر الموجودين في 2020 اتاجلت كورونا، لان هم كانوا عايزين يعرفوا ازاي ده حصل وازاي ندي امل للعالم وازاي بقيت الاكيد الوحيد. وطالبوا ان انا استمر في الملعب مده سنين كتيره، يعني يا ريت تستمر كتير فتره شويه، تستمر اكتر من كده اربع خمس سنين، عشان وجودك في الملعب بيمثل امل لكل الناس يعني، انت هتسهل كتير للعالم كله يعني. فبقيت احس ان انا مسؤوليه ان انا يعني كم الايفنتات اللي حضرتها، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يستخدمني دايما مش مستبدلني. بتسمع من كلمه من ناس كتير قوي، قبل ما اشوفك كنت عايز اعيش، وبعد ما قبل ما اشوفك كنت عايز اموت، وبعد ما شفتك بقيت عايز اعيش. ان كلمه كانسر دي حرب صعبه،
حرب صعبة على ناس كتير، كل واحد بيمر بشكل مختلف غير التاني، بس هي الحرب طويلة. والجزء النفسي هو الجزء الرئيسي في العلاج، أكثر من 70% تقريبا، يعني الكيميكال ثيرابي والكيماوي والراديو ثيرابي والكلام ده كله 30% تقريبا أو 25%، الجزء النفسي هو الجزء الأساسي. فالناس لو تسمع إن جالها كانسر بتبقى صدمة، خاصة إن في 2040 نسبة كبيرة جدا هتبقى 60% في السرطان، دي نسبة مش بسيطة. وعلاجه الجزء الأكبر المنتال كونديشن، العلاج النفسي. فطبعا انا بقول لهم انتوا مش هترجعوا طبيعيين، انا رجعت رياضي بتمرن 6 ساعات النهارده او 5 ساعات النهارده، وبحس ان انا يمكن عمري حاجه و20 مش حاجه و30. فيعرفوا ان اللي جاي بكره هيبقى احسن، مش هيستمر كده. يعني انا واحد من الناس كنت كتير ساعات بحس ان الموضوع صعب او مستحيل، لا، حرب 7 سنين، كم 1000 يوم واحد بيحارب فيهم عشان يقدر يعدي والحمد حرب. لله ان انت انتصرت، وسعداء بان انت موجود معانا النهارده كمان، عشان اللي انت قلته ده يكون ملهم لكل الاخرين اللي ممكن يكونوا مصابين بهذا المرض، والناس تعرف قد ايه العامل النفسي بيبقى مهم جدا للمقاومه والتغلب عليه، وانه مفيش حاجه مستحيله على ربنا سبحانه وتعالى. بس هو في حاجه بس مطلوبه من الانسان، ان يفضل يحارب حتى لو النتيجه ما بتجيش زي ما هو عايز، لازم يكون بيحارب عشان في الاخر هيكسب، لكن بإذن ما الله يستسلمش. بإذن الله. بشكرك وشرفتنا ونورتنا، وانا وكل بشكرك جدا تحيات على كل ليك. حاجه قلته. شكرا الله ليك يا يخليك رب، لأقل شكرا حاجة. جدا، ربنا بشكرك يخليك. بشكرك كابتن أنور، شكرا جزيلا. طيب كمان الحقيقة التجربة دايما بتعلم الإنسان نفسه. كابتن أنور بعد هذه التجربة بقى حريص على إنه ينقل قصته ويكلم الناس ويفهمهم وقد إيه العامل النفسي مهم. وفي بعض الآخرين برضو لما بياخدوا التجربة ده بيدفعهم للعمل التطوعي بشكل كبير جدا، ولما ربنا بيكرمهم بالتعافي بيبقوا شايفين الرحلة دي قد إيه فيها حاجات مهمة لازم نوصلها للآخرين عشان نساعدهم إن هم يتغلبوا على هذا المرض. منهم أستاذة راوية، أو كما يناديها البعض ماما راوية، كان ربنا شاء إنه أصيبت بسرطان الثدي والحمد لله تغلبت عليه، ومن هذه التجربة أصبحت بشكل تطوعي بتساعد كل الآخرين بقدر الإمكان عشان تاخد بإيديهم كده يعدوا من الرحلة دي بسلام. هي موجودة معانا على الهاتف. ماما راوية مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي، يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني بداية طمنينا على حضرتك ويا رب الأمور كلها تكون بخير. الحمد لله بخير، وأنا آسفة إن النت ضعيف عشان الصورة بس. يعني صوت حضرتك بالدنيا، فالمهم إن إحنا سامعين الحمد لله. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني بداية خلينا كمان أغشش السادة المشاهدين إنه وقت إفطار الأسرة المصرية، وشاء القدر إن حضرتك تبقي قاعدة جنب السيد رئيس الجمهورية وتتحدثي معاه، ومن خلال ده أطلقت مبادرة للكشف على سرطان الثدي. اليوم ده ولما شفت المبادرة دي خرجت للنور وبهذه القوة الدافعة من القيادة السياسية، يعني شعورك كان عامل إزاي؟ طبعا أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، حضرتك بتكلمني دلوقتي وأنا جسمي مقشعر، لأن فعلا كان يوم بالنسبة لي يعني حافل. ما كنتش يعني ما كانش المرض، ما كنتش هوصل ان انا اقعد مع سياده الرئيس. الحكايه من اولها بقى ان انا لقيت حاجه كده غريبه في سيدي، وانا كنت اخر حاجه استبعدها اللي هو السرطان، لاني كنت برضع طبيعي. بعد كده ما لقيت الحاجه دي كلمت مستشفى بهيه وعملوا لي الاجراءات والفحص وكله، وبعدين عملت استئصال كامل واستئصال كمان الغدد اللي تحت الاذن. ده كان يوم برضو بالنسبه لي كان يوم صعب، وبتحس ان الدنيا كلها اتغيرت. بس الحمد لله بالدعم النفسي قوام تخطيت المرحله دي. وفي يوم التكريمي في يوم المراه العالمي 8 مارس مع الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه، فقلت لها يعني انا نفسي اقعد مع سياده الرئيس، يعني كل الفئات بتقعد معاه. فقالت اتبسطت جدا، والحقيقه هي داعمه لينا واختي وبنتي وقدوتي وكل حاجه، ببعت لها كل السلام. كل التحيه ليها طبعا. فالمهم اتبسطت، وفي رمضان بلغوني ان انا هفطر مع في فطار العائله المصريه. وكانت المفاجاه الاكبر بقى ان اقعد معاه على نفس الترابيزه نفطر مع بعض، يعني بينا عيش وملح. وبعد كده قعدت كلمته فقلت له ان انا عامله استئصال للثدي وتحت القبض، وكان ساعتها في حاجات في جدار الراس يعني جمجمه، فلقيته متاثر قوي زعلان.
فقلت له لا انا حلوه وزي الكل والحمد لله، ما احنا كلنا معنوياتنا مرتفعه الحمد لله. فقلت له بس احنا عندنا طابور الانتظار في مستشفى بهيه كان في رمضان 13,000، وحضرتك عارف ان مستشفى بهيه قايمه على الطابورات. قال لي حاضر حاضر، واتبسط كده. وفي الاخر فوجئت كمان اكتر ان في افتتاحات قناه السويس في يوم التامين الصحي افتتاحات بورسعيد بورسعيد بعد مشروع بورسعيد ايوه فلقيته فاكرني وبيقول ان انا من مستشفى بهيه ومن المجلس القومي للمراه وقالت ان الطابور 13,000 وواقفين على التبرعات. فهو نفسه قال سيادته ان اصدرت تعليمات لوزيره الصحه انها تعمل مبادره الكشف المبكر على الثدي. فاحنا دلوقتي بنشكر سياده الرئيس، وبعدين في نفس الوقت بنقول لكل سيده مصريه الامور هي بقت ببلاش، يعني تطمني على نفسك. اي سيده عندها 40 سنه لازم تعمل الكشف المبكر عشان تطمن على نفسها. صحيح. او اذا كان عندها تاريخ وراثي في الاسره فتروح من بدري. لان يعني اعتقد برضه ان الاكتشاف المبكر ده بيساعد على فرص التعافي. طبعا طبعا. عارف حضرتك لما يبقى مرحله اولى يبقى كان ما فيش حاجه. نعم. غير ما توصل لمرحله رابعه والعياذ بالله فبتبقى صعب بقى ندخل في يعني خلاص في مرحله الكيماوي وما فيش استئصال بس حاجه فبتبقى صعبه. صحيح. والكشف المبكر كمان بيبقى سهل، اولا النسبه 98%، ثانيا التكاليف تبقى اقل، كل حاجه، وتبقى قاعده في وسط اسرتها مبسوطه مفيش اي حاجه. فانا بقول لكل سيده مصريه الكشف المبكر. صحيح. الكشف المبكر ده هيقينا من حاجات كثيره جدا، نفقات ووقت وعمر وصحه وكل حاجه. ربنا يبارك لحضرتك وفي حضرتك يا رب دايما ويخليكي لينا، لان كنت احد الاسباب اللي ربنا من خلالها ربنا خلى يخليك. حمله الكشف المبكر اللي موجوده بالفعل. ربنا يخليك. ربنا يبارك. وكان الدافع الاساسي برضو الدكتوره مايا، لانها هي بتدعم المستشفيات، واحنا نفسنا يا استاذ رامي تيجي تزورنا. ده شرف ليا. عاملين كمان مستشفى بهيه زايد والحمد لله عملنا الاساسات ووقفه برضو على التبرعات، ونحب حضرتك تيجي تشرف. ده شرف ليا طبعا، شرف ليا. وبعدين بالنسبه لكل سيده يعني حاولي تبعدي عن المشكله نفسها. الواحده لما تقعد تفكر ان انا عندي سرطان وخلاص هموت، لا بعد الشر. وفي في حالات قاسيه، في جوزها بيسيبها، في واحده بيجي لها اكتئاب، لا الدعم النفسي ده مهم جدا. صحيح. جدا جدا. صحيح. ان الواحده تخرج تتفسح زي ما هم عاملين عندنا في الدعم النفسي، الرحلات، الفسح، اليخت، المسرحه، فيعني المسرح، فيعني كل ده بيخرج الواحده من اللي هي فيه. وطبعا اهم حاجه النفسيه والمعنويه. مظبوط. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، وبشكر حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وانا كمان بعد انا بعد ما كنت واحده بيتوتيه بقيت خلاص دلوقتي الحمد لله في المجلس القومي، وبعدين مع ذوي الهمم، وبحضر صالونات ثقافيه، وكمان في كورونا كمان ناس كتير وقفت معاهم ودعمتهم، ومنهم اعضاء مجلس الشعب، والحمد لله تجاوزوا كل حاجه. الحمد لله. والحمد لله. واهم حاجه الدعم النفسي والنفسيه تكون مرتفعه. ربنا يبارك في حضرتك ويقدرك على فعل خير اكتر واكتر يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. بشكرك. ربنا يخليك. بشكرك ماما رويا، شكرا جزيلا، كل التحيه لحضرتك. يعني شوفوا حضرتك، هي خدت بال حضراتكم كمان ماما راوية بتقول انا يعني كنت ست بيتوتيه ودلوقتي ما شاء الله كم العمل التطوعي اللي موجود بقت في مجالات مختلفه كمان، مش بس لتقديم الدعم النفسي ومساعده المصابين بالسرطان وخصوصا سرطان الثدي. فزي ما كنت بقول لحضراتكم ان في ناس يعني لما بيحصل حاجه زي كده بتنور حياتهم بشكل او باخر، بيبقى في صفحات جديده بتتفتح في حياتهم. وفي ناس كمان بتركز اكتر مثلا في موضوع التغذيه، يعني مثلا الاستاذه ايناس حافظ الرحله بالنسبه لها برضو يعني، ورغم ان هي خبيره تغذيه انما الرحله خلتها برضو يبقى في تركيز اكتر على موضوع التغذيه، موضوع الاكل المفيد، وتحاول تفيد الناس الاخرين بان هم يعرفوا ازاي انه التغذيه الصحيحه مفيده للجسم، الجسم بصفه عامه، وبتقي من الاصابه بحاجات كتير جدا الحقيقه، الشر بره وبعيد عن الجميع. ويعني انا مش هحكي بقى، خلي الاستاذه ايناس تحكي بنفسها. بتنضم لنا من الولايات المتحده الامريكيه عبر زوم مدام ايناس حافظ. يا مدام ايناس مساء الخير.
مساء النور، مساء النور استاذ. برحب بحضرتك معانا. يعني التغذية الصحيحة بتفرق قد ايه، سواء في موضوع الكانسر اللي بنتكلم عليه او في الوقاية من الإصابة بأي نوع من الفيروسات او الأمراض الأخرى؟ طبعا التغذية مهمة، والإنترنت بيبقى مهم اكتر في الحالات اللي زي دي. هي اللي بتأثر هل أنا هبقى صحتي كويسة أو هعيا. فالتغذية مهمة جدا وأساسية. معلش، يعني ايه التغذية الصحيحة؟ لأنه ما بعض الناس بتاكل أنواع مختلفة من الخضروات، بتاكل يمكن بتقلل من الحاجات اللي فيها دسم، فيعني ايه تغذية صحيحة؟ التغذية الصحيحة إن الجسم فيه حاجات معينة محتاجها علشان يشتغل صح، زي الخضار، الحاجات الخضراء، الخضروات، الورقيات، الحاجات اللي فيها كلوروفيل، الملوخية، السبانخ، البقدونس، الجرجير، الكزبرة الخضراء، البروكلي، شرب المية الكتير، إن الجسم 70% مية، فإحنا محتاجين مية أكتر ما إحنا محتاجين أكل، ما يكونش فيه ستريس، ما يكونش فيه إنتاج، يعني التغذية المتكاملة نعم. طب للجسم. أستاذة إيناس، يعني وقت الإصابة كيف تم اكتشاف الإصابة؟ والله يا استاذ رامي انا ما كانش عندي اي اعراض، انا كنت بعمل تشيك اب عادي فحص عادي. واكتشفت ان في ورم، الكلام ده من 16 سنه بس، فحللنا الورم واكتشفت انه كانسر. وبعدها بدأت رحلة العلاج. طبعا أي حد بيسمع كلمة كانسر يعني موضوع مرعب طبعا. ويخوف، وطبعا في الحالة اللي أنا كنت فيها ساعتها، الخوف والرعب اللي أنا كنت عايشة فيه، دخلت على طول في عملية. بعد العملية عملت ريديشن، الدكتور قال لي أنت طالما ما شلناش الثدي يبقى هتعملي ريديشن. فعملت الكلام اللي الدكتور قال لي عليه، وطبعا الريديشن تعبتني جدا، وكنت مرهقه وعلى طول تعبانه وعلى طول عايزه انام، وما عنديش اي طاقه اني اعمل اي حاجه. بس بعدين بعدها الدكتور قال لي هندخل بقى في الكيماوي والخمس سنين هرمون. ساعتها لحسن حظي في حد اداني انترفيو، مقابله لدكتور امريكاني مع الموتيفيشنال سبيكر توني روبنز. توني روبنز ده واحد معروف قوي في امريكا. الدكتور الامريكاني ده كان بيتكلم على حاجات غريبه جدا، كلام عمري ما سمعته في حياتي. كان بيتكلم ازاي ان احنا بنسبب كل المشاكل في الصحه بنفسنا عن طريقه الاكل، الشرب، والستريس. والضغط النفسي. يعني كل الأمراض اللي عند الناس كلها، زي الضغط، مرض السكر، مرض القلب، السرطان، كل ده سوء تغذية، احنا كله بنسببه في نفسنا بنفسنا عن طريق أسلوب الحياة الغلط. فكان بيتكلم بقى على النظام القلوي، وازاي ان الجسم ده معجزه، وانه بيصلح نفسه بنفسه من اي حاجه لو طالما بس نديله فرصه. يعني ومتهيألي كلنا جربنا ان احنا نقطع صباعنا او نتعور، وبعدين الدم بيروح للتعويره وبينشف، وبعدين بيبقى سكاب، بيلتئم بعد كده. يعني افهم من كلام حضرتك بالضبط، انك وبعدين اتبعتي بتحجز. نظام غذائي وابتعدتي عن موضوع بقى الكيماوي والهرمونز والهرمونات والحاجات دي؟ بالظبط بالظبط. انا ساعتها انا ما كنتش عارفه بصراحه، انا كنت واقفه كده في نقطه مش عارفه اروح يمين ولا اروح شمال، كنت بس انا كنت مرهقه جدا وتعبانه بعد الاشاعه اللي انا اخذتها، لدرجه ان انا كنت فعلا حاسه ان انا كانت صحتي احسن قبل ما ابتديت العلاج عن ما بعد
ما اخذت العلاج. فقررت ان انا اخد هدنه واوقف واتبع النظام الغذائي ده طبيعي. حاجه طبيعيه مش هتاذيني في اي حاجه، ملهاش وساعد على التعافي بالفعل. بالظبط ما شاء الله. خلال فتره قد ايه تقريبا؟ نعم، كان خلال فتره قد ايه يعني نظام غذائي محطوط عشان يساعد في رحله العلاج اللي خدت وقت قد ايه لحد التعافي الحمد لله؟ بالظبط انا لما ابتديت النظام الغذائي انا في خلال 10 ايام يعني حسيت بفرق شنيع، اتبدلت اوكي، كاني كنت في غيبوبه وفقت وصحيت. فضلت ماشيه عليه، وفي نفس الوقت طبعا عايزه اتاكد ان انا بعمل حاجه صح. فكنت بتابع مع الدكتور، وكل 3 شهور كنت بعمل تحليل دم والدلالات الاورام وكده، ومتابعه مع الدكتور كل 3 شهور. وفي خلال اقول لحضرتك يمكن في خلال 6 شهور كنت صحتي يعني كويسه جدا، ما شاء كويسه الله. جدا لدرجه انا ما كنتش مصدقه. ما شاء الله، ده درس مهم جدا الحقيقه استاذه ايناس. انا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان حضرتك انضميتي الينا من الولايات المتحده الامريكيه عشان تدينا الدرس ده اللي هو مهم لكل الناس، كل الناس شر بره وبعيد عن الجميع، اللي ما عندوش كانسر، اللي عنده كانسر، اللي عنده اي نوع من الامراض الاخرى، ضغط، سكر، الكلام ده كله. خدوا العبره دي ان ربنا سبحانه وتعالى بنظام صحي محترم بممارسه الرياضه الجسم. يمكن استاذه ايناس قالت مثال جميل جدا، لما الواحد صباعه بيتعور ولا ايديه بتتعور الجرح بيلتئم، هو الجسم بيعالج نفسه بنفسه. بس ده زي ما استاذه ايناس برضو قالت انه مع اشراف طبيب. فالنظام الغذائي والوقايه خير من العلاج، اهم شيء في الدنيا تاكل صح. انا واحد بيحب الاكل جدا على فكره يعني، بس ما بخربهاش على طول، مره في الاسبوع، مرتين مع ممارسه الرياضه، مع نظام غذائي بقيه ايام الاسبوع. ده اللي يعمل يعني بالانجليزي بيقول عليها بالانس، يعمل توازن، يخلي الجسم بقدر الامكان ربنا يكرم يعني انه الجسم يبقى كويس. فارجو من الجميع ان ياخد باله من نظامه الغذائي عشان موضوع السمنه وموضوع النظام الغذائي الصح، يعني السمنه خطر وبتسبب امراض كتير جدا، والنظام الغذائي الصح بيقي من الاصابه بامراض كثيره جدا، والشر بره وبعيد عن الجميع. دي كانت وجبتنا التوعويه اللي بتقول للمصاب خلي بالك، ربنا هيكرمك، عزز نفسك وخلي عندك اصرار وعزيمه وهتقدر تتغلب عليه مهما كانت الصعاب. زي كابتن انور، النظام الغذائي زي ما قالت لنا الاستاذه ايناس قد ايه هيقي من الاصابه، وربنا يا رب يعني يعفو عن الجميع والشر بره وبعيد عن الجميع، ويكرم اي حد مصاب باي مرض بالشفاء العاجل ان شاء الله.